الوعي الغربي توقف على إثر المظاهرة اللي عملوها جبهة 17 ديسمبر احتجاجا على معناتها الواقع اللي نعيشه فيه في سيدي بوزيد والمطالب معناتها على التنمية والوعود الزائفة اللي أعطتها لنا الحكومة وما طبقتهاش على أرض الواقع. لو أي خويا في السبيطار عنده كاميرا يصور في البوليسية كيفاش تضرب في الطفل اللي ضرب في كرشه بكرتوشة، فهمت ولا؟ فاق بيه، فاكلوا الكاميرا وطلعوه، وقفوه هو يصور. اي وقفوه هو يصور في السبيطار. اي وسب وضرب كالعادة. اليوم المحاكمة والتهمة تصوير اعتداء بوليس، معناتها شيء ما تبدل، شيء ما تبدل، كيما البارح كيما اليوم كيما غدوة. وهنا حضوركم لهنا في أما إطار اليوم؟ والله حضورنا اليوم باش نحاولوا نوصلوا كلمتنا، فهمت ولا؟ شباب سيدي بوزيد معناتها هاك تشوف كل نهار يتعاود، عباد البطالة شيء ما فما شيء، عملنا ثورة وما صار شيء، ما تبدل شيء. المطالب نتاعنا الإفراج على الموقوفين ونحاولوا نوصلوا صوتنا للحكومة اللي ما تحبش تسمعنا.